تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذه الحكم في هذه الحالة. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض. نكمل. قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزائه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة؟ بوضوح ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة تانية في نفس الشوط وفي نهاية الشوط الأول، وهنشوف مع بعض أيضا مخالفة. شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من أكتر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ها، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطه، استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض. وشفنا في مباريات كثيرة في البطولة ركلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركلة جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الأول، والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف، أعتقد أنها حالات وأنها أخطاء أثرت على نتيجة المباراة. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. شكرا كابتن جمال الغندور، خبير تحكيم في بين سبورتس، حكم الدولي المونديالي السابق الذي أكد وجود ركلتي جزاء في الشوط الأول المنتخب المغربي في هذه المباراة. رحب مرة أخرى بأرسن فينجر، مرحبا بك معنا كمواطن فرنسي. أولا مبروك تأهل المنتخب الفرنسي إلى كأس العالم. أعتقد أن هذه المباراة كمدرب خبير كان فيها الكثير من الدروس والعبر.